اجل عروب. ايوه ونعم والله ونعم بكم، والله ونعم بكم. مالك سود، مالك سود، هذا واحد يعني من اجمل ايام حياتي بصراحه. الله يسعدك. نتكلم يعني انا اقول لك لا يوجد شيء، لا توجد مساحه على وجه الارض اجمل من انه الشخص يقف على الشبر الاخير من وطنه وهو محمي. انا الان واقف على الشبر الاخير زي علي في الرياض ولا شارع طبجيه في ابها. لما تكون انا شعوري امن هنا، قدر شعوري وانا شارع علي بالرياض، هذا الوطن اللي ما اطرافها هرقه له وسط امن، لا. هذه قيمه وطن. وانا اقول لكم لا توجد لدي قضيه على وجه الارض، لا افغانستان ولا الشيشان ولا البوسنه ولا كل الكلام الفاضي هذا، قضيتي هذا المكان. اذا كانت دعوتي للشهاده الى هذا المكان مرحبا، في غيرها ابدا لا توجد لي قضيه اخرى على وجه هذه الارض. شكرا لاخواننا الكرام. يعني انا اقول لكم نص ساعه قد نستطيع، يعني انا شخصيا ما استطيع اتحملها اكثر من كذا، لكن اشكر لكم، اشكر لكل شخص يقف على هذا المكان. وانا اقول لكم على شغله، الجهاد الحقيقي انكم تحمون اولادنا ومجتمعاتنا من داء المخدرات اللي اكلتهم. ولذلك انا متاكد ان الواحد منكم مؤمن انه على جهاد فعلي حقيقي من اجل حمايه هذا المجتمع. شكرا.